السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مباشرة من شارع الحسن الثاني بمدينة تمارا، الكل يتساءل على القنطرة واش طلقات ولا باقي. فالقنطرة باقي ما طلقاتش والأشغال مستمرة في شارع الحسن الثاني. بقى لنا هذا المقطع طرقي، هذا المقطع هذا إن شاء الله للإخوة راهم خدامين عليه كما كتشوفوا هنايا. بقينا هذا المقطع هذا باش ان شاء الله نشوفوا الاشغال في القنطره الفوق اللي وقفات لينا دابا واحد جوج الاسابيع تقريبا. فكنتمنى وكنتمنوا الله تسرع الوتيره شويه الاشغال، لانه الناس كتسائل على الطريق اللي كتهبط الهرهوره واش تحلات ولا باقي. فكنتمنى وكنتمنوا الله انه تسرع الاشغال شويه باش الطريق تطلق. شوفوا هنايا الممرات خاصين بالراجلين، هذا الرصيف خاص بالراجلين، وغادي نطلع بكم الفوق ان شاء الله باش نقربكم اكثر واكثر اشنو كاين الفوق. فلا ربما نقدروا نشوفوا الطريق عاوتاني كتسد من جديد. الوقت مؤقت، الوقت مؤقت، لانه من خويا بخير صحيح كلشي مزيان، الله يسهل امرك، الله ينورك، الله يحفظك. على امل انه ان شاء الله ملي غتكون الاشغال الفوق باش ما طيح شي حاجه لتحت، على حساب البارير، على حساب التروطوار اللي غيدار، يعني كاين خدمه كبيره غادي دار تما ان شاء الله. هنا داروا لنا واحد الجزء اللي خاص بالرصيف، شوف تبارك الله تغييرات كبيره حدا المديريه العامه للامن الوطني صخيرات تماره. شوفوا معايا تبارك الله الخدمه هنايا مستمره ما واقفينش. هنا كاين حويجات مزيانه، هنا كاينين حويجات مزيانين خدامين عليهم، الا انه دابا خاصنا القنطره تطلق، خاص القنطره تكمل في الاشغال ديالها. غادي نطلعوا بكم مباشره في الاتجاه ديال القنطره باش نشوفوا بالضبط واش تغيرت شي حاجه، واش زادوا شي حاجه الفوق، هادشي اللي غادي نكتشفوا ان شاء الله. خليكم معنا. هذه الطريق اللي كتطلع الحين هذا مباشره، وحنا غادي نهبطوا بكم ان شاء الله باش نشوفوا القنطره فين وصلت. خليكم معنا. بعد ما هبطنا من السياره هذه الطريق اللي جينا منها، وهذه هي القنطره. الاشغال كما كتشوفوا حبسات على اخر صوره كنا وريناكم هنا الفوق. كنتمناو من الله انه في القريب العاجل تحرك الاشغال من جديد هنايا باش تطلق هاد الطريق هادي، لان كتلعب واحد الدور كبير وكبير بزاف. اخر حاجه كانت دارت هنا من الفوق كانت دار هاد السور هذا، هاد البلاصه كلها غادي تشارجا، هاد البلاصه غادي تشارجا، وهنايا غادي تكون عندنا خدمه اخرى ان شاء الله. بسم الله. يعني كما كتشوفوا معنا هنايا حتى حاجه ما تغيرات، باقي نفس الصوره اللي كنا وريناكم اخر مره. اللي تغير كما قلت لكم هو هذا المقطع الطرقي اللي بقى لينا، وهذا الصور اللي دار هنا، والخدمه الكبيره اللي كدار هنا. شوف على مشى الاخوان هنايا، داكشي واعر جاي من هنايا تبارك الله ما شاء الله، داكشي غزال. الكاميو غادي يخوي لينا تما الكاياس وهذا باش يعمروا لينا تما داكشي زوين. فكما كتشوفوا الصوره باقيه نفسها. هنا مطالب بتسريع الاشغال، لان الناس بداو كيدوزوا على رجليهم هنايا، وهذا كيشكل خطر. فضيل كيدوزوا وليدات صغار هنايا، كنشوفوا رياح قويه. فالله يجازيكم بخير، نتمنوا من الله تسريع الوتيره. هانتوما كما كتشوفوا هادشي كله غادي يتقاد، هادشي كله غادي يتقاد لينا على طول هاد القنطره هادي. وتمشي لنا الامور ان شاء الله في القريب العاجل باش نشوفها ان شاء الله مفتوحه وتكون الامور مزيانه. هذا هو المقطع اللي وريتكم من التحت، حنا طلعنا له من الفوق.
كنتواجدوا في مدينه تمارا، بالضبط القنطره المؤديه لام البحار الهرهوره. هذا هو الاتجاه اللي كيدير الهرهوره. كنشوفوا الطريق باقا مسدوده من التحت. وكنبغي ناكدوا على نقطه اخرى، هو الاشغال ديال السكك الحديديه. غادي يتم اضافه خط اخر ان شاء الله، خط جديد اللي غادي يكون عندنا ان شاء الله في هذا الاتجاه هذا. فالاخوه راه نقاوا الدنيا كامله، نقاوا الدنيا كامله والاشغال على قدم وساق. كما كتشوفوا الاليات حاضرين هنا في الجنبات ديال السكك الحديديه، نفس العمليه اللي كنشوفوا هنا عندنا في الجهه الاخرى. مسألة وقت، وغادي نشوفوا ان شاء الله مجموعة من التغييرات. وحنا كنهضروا على التغييرات، كنتمناو من الله انه الطريق الوطني رقم 1 في تمارا تسالي في اقرب وقت. وكنتمناو من الله الملف ديال افراد جيش الودايا يشوف النور حتى هو في اقرب وقت. كنتمناو من الله افراد جيش الودايا عما قريب نسمعوا الخبر السار ويفرحوا يا ربي ويفرح الجميع. هادشي اللي كنتمناو. فغادي نرجعوا معكم القنطره المؤديه الهرهوره ام البحار. تلاقينا ناس هنا دابا وقلنا امتى، والله يا القسم امتى هادشي ما غاديش يسالي. وسبحان الله قلنا لهم كاين اشغال، كاين شويه الدرك في مجموعه من النقاط، هادشي خصو يشد راسو شويه، يلا خو البيطون لتحت كذا مسائل. فكنتمناو من الله هادشي في القريب العاجل انه يتقاد. وكنتمناو من الله انه يديروا حساب الناس كتقطع على رجليها. هنا كاين وليدات صغار، وهنا بالليل راه صعيب الحال، يقدر يدوز شي واحد مختل عقليا، شي واحد مريض مسكين ولا هذا، فلا قدر الله يقدر يبقى غادي في هذا الاتجاه يهبط لينا من هنا ولا من الاتجاه الاخر. عاد نشوفوا تغييرات وهذا. فكنتمنى من الله ردوا البال لهذ المسائل هذه، ونسال الله السلامه للجميع. الى هنا مشاهدينا الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.